عايزين ندخل المفاهيم الحياتية اليومية تحت الميكروسكوب ونتكلم فيها. بقالي كتير بدور عليكي، أيام وسنين برضو مش لاقيكي، وساعات بمثل إني حاسس بيكي، لكن ورا الضحكة سامع صراخ أنيني. هو أنتي فين يا حضرة السعادة؟ مستخبية ولا متخفية؟ هو أنتي فين يا حضرة السعادة؟ مستخبية ولا متخفية؟ نفسي أشوفك في حياتي وتبدلي أحزاني، وأفرح وأعيش وأتمتع وتلويني أيامي. أغنية كتير عايشين مكتئبين، مش الفلوس اللي تملى العين، ولا الشهرة ده في مشهورين يقسوا من الدنيا ماتوا منتحرين. هو انتي فين يا حضرة السعادة؟ مستخبية ولا متخفية؟ هو انتي فين يا حضرة السعادة؟ مستخبية ولا متخفية؟ نفسي أشوفك في حياتي وتبدلي أحزاني، وأفرح وأعيش وأتمتع وتلويني أيامي. نفسي أشوفك في حياتي وتبدلي أحزاني، وأفرح وأعيش وأتمتع وتلويني أيامي، وتلويني أيامي. على مر العصور بنشوف طفرة كبيرة جدا في كل مجالات العلوم والتكنولوجي، والتقدم الملحوظ عمال بيزيد بسرعة رهيبة سنة بعد سنة، وأي مجال بيتعمل فيه أبحاث بنشوف بعدها براعة الإنسان في إنه قدر يوصل لنتائج مذهلة. لكن ده على عكس الموضوع بتاعنا، موضوع البحث عن السعادة، اللي مع إن الإنسان بيبحث في الموضوع ده من قديم الزمن، إلا إنه لسه لحد النهاردة مش عارف يمسك الحاجة اللي اسمها السعادة دي ويتملك منها. ويمكن ناس كتير ما تعرفش، بس إن إحنا وصلنا لدرجة إن النهاردة في العالم الغربي بالذات عندنا علم اسمه علم السعادة، والناس بيعملوا دراسات عليا عن السعادة ورسائل ماجستير ودكتوراه، كل ده عشان نوصل للحاجة دي اللي اسمها السعادة. ويمكن كمان بقى النهاردة في مقياس بيقيسوا بيه الدول السعيدة والدول اللي مش سعيدة، وفي العالم العربي الإمارات هي رقم واحد في مقياس السعادة، ورقم 21 على العالم. والأكتر من كده، في الإمارات بقى في وزارة مخصوص للسعادة، ووزيرة اسمها وزيرة السعادة. وموضوع علم السعادة دوت بدأ بناء على أفكار السايكولوجيست المعروف مارتن سليجمان في القرن العشرين، اللي طور ما يسمى بالبوزيتيف سايكولوجي. مارتن سليجمان في كتاباته عن السعادة كان رأيه ان السعادة هي عبارة عن 3 ليفلز او 3 طبقات. اول طبقة طبقة سطحية، وبنفضل نتعمق كل ما بنروح للطبقة اللي بعدها. اول ليفل بيسميه البلازنت لايف او الحياة الممتعة، وهنا بيتكلم عن مصادر المتعة الحسية ومصادر المتعة الخارجية اللي جاية من بره، من اكل وشرب وجنس وفلوس. علماء النفس وفلاسفة كتير بينتقدوا النوع ده بالذات على انه نوع غير مشبع، بالعكس ده كل ما بتاخد منه اكتر جوعك بيزداد اكتر، وهو نوع من السعاده غير مشبع. والليفل اللي بعد كده اللي بيقول عليه سليجمان ان هو الجود لايف او الحياه الجيده، وهنا بيركز على السعاده على انها رد فعل داخلي من جواك، مش مجرد حاجات خارجيه بتاثر عليك. لكنه بيكمل ليفل الاعمق من كده في موضوعه، بيقول انه في حاجه اسمها المينينجفول لايف او الحياه ذات المعنى، وبيقول ان الحياه فيها اكتر من مجرد انك تكون مستمتع بعض اللحظات، لكن الحياه اللي ليها معنى بتكون اكثر اشباعا من الحياه اللي فيها بنجري ورا متع حسية. والفيلسوف أرسطو كان بيطلق على المتع الحسية اسم الهيدونيا، أو نوع المتع اللي بنشترك فيها مع الحيوانات. لكن الحياة اللي ذات معنى، بالرغم من إنها كتير ما بتكون مكلفة وفيها تضحيات كبيرة، لكنها مشبعة للإنسان. وعايز أشارككم بقصة حصلت معايا خلتني أفكر أكتر في موضوع المتعة والمعنى، ونفكر في القصة دي مع بعض. كان في شخص خادم أنا كنت بحبه جدا، والشخص دوت كان بيسافر عشان يخدم الناس الغلابة ويساعدهم بكل الطرق المادية والمعنوية وغيرها.
وحصل ان الشخص دوت جاله مرض من وقت واتوفى. وانا فاكر كويس اني قريت خبر وفاته على الفيسبوك واتضايقت جدا ساعتها، وكنت شايف قد ايه دي قصة مأساوية ان الشخص دوت حياته تنتهي وهو كان شخص بيعيش حياة هادفة وكان شخص نافع جدا للناس، وقد ايه ده كان بالنسبة لي خبر تعيس. وبعدها على طول وانا بقلب قريت خبر تاني تحتها بشوية، كان اعلان لقرية سياحية، والاعلان فيه صورة راجل وست قاعدين على شاطئ القرية السياحية ديت، ومكتوب في الاعلان اشرف ونهى قرروا يقضوا بقيه حياتهم بيتفرجوا على الشعب المرجانيه ويجمعوا صدف ويعملوا شوبينج في القريه السياحيه الفلانيه، والاعلان حاطط صوره الراجل والست مبسوطين وبيضحكوا وكله جميل. والسؤال اللي دار جوايا ساعتها وعايز افكر فيه معاكم، يا ترى انهي خبر في دول هو خبر مأساوي بجد؟ انه الخادم عاش حياته بيساعد الناس وبيفرحهم وراح بعدها السماء، ولا انه اشرف ونهى هيقضوا بقيه حياتهم كلها بيتفرجوا على الشعب المرجانيه وبيجمعوا صدف؟ انهي نهايه للقصه احلى؟ انهي في القصتين هي حياه تستاهل انها تتعاش، وانهي هي قصة مأساوية بجد؟ سيب معاكم السؤال ده نفكر فيه.